السلام عليكم خوتي وخواتاتي، كي دايرين لاباس عليكم؟ بخير يا ربي ان شاء الله. هذا الفيديو يسيبكم على خير وبخير. هذا النهار بديت كندير واحد شويه ديال القطبان، وانا نقول بديت كنقطع انتما تشوفوا البنات. قلت علاش لا نشارك معكم القطيبات ديالنا مع الرز، عمري ما شاركته معكم وكتبقى فكره. هالي نبداو على بركة الله. انتما شوفوا انا بديت كنقطع انا القطبان، وقلت علاش لا نشارك معكم حيت عمري ما شاركت معكم طريقه الرز ديالي. انا سهلة بسيطة اللي قال ماكلة سهلة دغيا دغيا، حيت هاد المرات كنحيرو واش غنديرو. هما رانا مشركة معاكم البنات. أنا الرز ديالي كنديرو غير مع مطيشة، ندير مع مطيشة. أنا غنوريكم الطريقة. القطيبات كنشربوهم عادي بحال كيفاش كيشرمل البصلة مع العدنوس والعطرية، كتخليهم يشربو ساهلين. المرات كيحل بنادم اش غيدير، ندير واحد شوية الصوبر، حنا صايمين الله يقبل، واحد شوية الصوبر ندير معاه القطيبات هكا خفيفين في العشا. وعلى بسم الله على بركة الله. البصلة هانتوما تشوفو غنشوطو هكا. هادي هاد المسلسل البنات عطاتني جوج مرات في فيديو هكا ما عطيتوش التيسع. هاد المرات كنحيرو شنو نديرو، نحير بنادم شنو يدير العشا شي حاجة خفيفة كنديرهم ديما البنات. وعمر ما طاحت عليا الفكرة نشارك معاكم اليوم، حتى بديت كنقطع وقلت راه علاش لا نشارك مع خوتي وخواتاتي. كي اللي كيشلطها انا كيحكها بعدا كنتم، كي اللي كيحكها انا ما كنحكهاش، كنديرها هكا بالشلط احسن. هذا القصب المعدنوس عندي هنايا شويه شويه. الرز غادي نصفى شوية الماء والملح وندير معاه لاصوص ديال المطيشة، وغادي نشارك معاكم الطريقة ديالي دغيا دغيا البنات. ساهلة غير ساهلة. مع شوية ديال الصلصة الله يجعل البركة. صافي البنات ندير شوية ديال الابزار، ندير شوية ديال شوية ديال التحميرة. إلا بغاش يدير التحميرة ما يديرهاش، أنا عزيز عليا داك اللون الأحمر. شوية البنات ديال الكامون نعطيها شوية والملحة على حساب الوقت، أو كنذوقو متكتروش. كندير شوية الزيت البنات، أنا معرفتش واش كديرو نتوما ولا أنا كنديرو. صافي البنات أنا كنشرب بيدي هكا، قلت لكم مكنخدمش الفوق شي طول معلقة، كنشرب كلشي بيدي. البنات نخليهم يشربوا، انا بحال قلت لكم البنات نخليهم يشربوا نغطيهم حيت ما عندهمش الشيء يشربوا. غادي نزيد لهنا المقله ديك ما عندناش اللي قطع دابا، حيت نديرو هنايا هادي مطيشة هنا مغسولة عندها الفلفل حارة. صافي البنات هادي هو الطريقه دي بحال اللي قلت لكم على البنات. كنقطع مطيشه هكا كنقطعها على جوج، هكا او نقطع على هكا، كنديرها بالجلف ديالها البنات، كنديرها مقليه صافي بحال الشكل ديال المقليه.
هي الطريقه ديال الرز ديالي، هذا شي حاجه اللي ساهله، ما نقي ما تنقي ما والو، حاجه اللي ساهله البنات. ديما طاش من بعد ما كنغسلوها غسلوها كنحيدوا لها داك بعض اللي كيكون داخل. بطل البنات حط كاسرونة عمرتها على السيصة، عمرتها بالماء هكا كاسرونة، نديرها تسخن باش ندير فيها رز التصلح مع شوية ديال الملحة وصافي البنات. هاد الفلفلة حتى هي كنقطعها هكا حارة، كيجي زوين هاد الرز البنات هكا دغيا ساهل وكيجي زوين كيجي بنين. ملي قلتلكم البنات راني قطعت هاديك الفلفلة، الما راه كيصفر، صافي أنا الرز عبرت البنات سلافة على سلافة القياس ديالي، على حساب شنو عندكم في الدار، الناس اللي غياكلو، إلا كان عندكم القياس ديال الناس كتير غدوبلو القياس، إلا كنتو قلال بيكم ديرو على حساب جوج الناس ولا تلاتة الناس على الأفراد اللي عندكم في الدار. أنا البنات نكمل ونرجع معكم من بعد. البنات ما قطعت داك الفلفله الحاره، انا جبت فلفله حلوه اللي حسيتني كنصور وانا بس كنقطع على الصور جات على الكاميرا صورتها. هذه فلفله حلوه اللي بغى يديرها يديرها، اللي بغاش يديرها ما يديرها، عشان غير باش الدري ما كياكلوش الخضره، كياكلوش الخضره بزاف كنسيد ندخلها له هكا في الرز ولا في شي حاجه. هانتوما البنات غندير مع هذا مطيشه هكا كلشي هكا غنديرو البنات. هكا كندير انا الجوز ديالي، ملي كندخلو الخضره للوليدات من هكا كيجي بعدا عنده شي لاصوص، ما كيجيش شي ناشف خديتو. ها البنات الناس ولدو، ها نتوما تشوفو البنات الناس مع الوليد ديالي. وانا ندرت الملح البنات، كنقول البنات كنقول البنات والولاد، ها مشات فيا قاعده البنات، كنقول البنات عندو خوتي وخواتاتي كلشي كيعرف يدير الكوزينة. هانتوما البنات شوية ديال الإبزار، شوية ديال الكمون، هانتوما تشوفو الملعقة صغيرة نبحت شوية، هاد التحميرة ضروري منها، هانتوما البنات أنا درت التومة هادي ديال لي ناشفة وزيت الزيتون البنات، اللي ما عنده زيت الزيتون دير غير زيت الروميه، هي زيت الحوت كتعطي واحد المذاق زوين بزاف. عاد وانا بغينا ندير الدال البنات الخضره ديالي طيب والرز هنا غادي نديرو يتسلق. انا نقول لكم انا درت هاد السلافه هادي ودرت هاد الرز هذا، انا ما كندير اشاره البنات لحد غير قلت لكم الرز هذا، اي رز كان عندكم ديروه يكون مزيان. هذا قلت لك 20 مينوت، انا ما كنديرش 20 مينوت، كندير قل حيت ما كنبغيش يطيب بزاف. وانا غنرجع معكم البنات. السلام. انا قلت لكم البنات هانتوما الفلفله كيفاش جات، ها هي مطيشه والبصله جات على مطيشه والفلفله سمحوا لي جات على الطريقه هذه. الرز انا ما كنطيبوش البنات بزاف، كنخليها كتبقى الحبه كتجري على اختها هكا باش ما كيجيش معجن، شفتوا هي الطريقه ديال الرز ديالي. سلقتوها بالملح البنات، الملح والماء وما تشربش شفتوا كيف درتها، باش واحد طاجات الصوبه البنات ما شعيتكم فيها. هانتوما تشوفوا كاع الخضرة البنات درتها، كاع الخضرة درتها، درت ما خليت ما درت، كاع داكشي اللي كان عندي درتو. فوالا البنات غادي نرجع نعمر القطبان ديالنا ونرجع معكم. هاني رجعت معكم البنات من بعد القطبان ديالنا ما شربو، نوجد هكا القطيبات نديرهم على الفرن نزلقوهم هكا في الحيطة، نزلقوهم الرز راه طاب ولاصوص ديالنا مطيشة طاب حتى هي، ونشويهم ونقدمهم بالصحة والراحة.
رشه خفيفه البنات، هكا مع شويه ديال الرز ولا هاتوا البنات انا درتو في الشوايه كيتشوى الخليط ديالنا. ما شعلتش الفاخره البنات، ما كانهاش الليل هذا، درت غير شويه ديال الضو، حتى بشويه ديال الضو كيجي زوينين، هما كيجيو هكا البنات. انت كتشوفوا الرز ديالي اللي طيبت قبيله، ديك الحاجه اللي تشوفوا الرز اللي طيبت قبيله، انتما تشوفوا انتما البنات تشوفوا كيفاش كيجي، ها كيجي بحال الشكل ديال السفه، ما كيجيش مليط ولا معجن ولا مغطي، نخليه سخون وصافي. وهادي الناطيشة اللي كندير انا، لاصوص اللي كندير ها انتما تشوفوا كتجي بنينه البنات، ما نقولكمش هذاك الحار اللي ما كيكونش حار ما يديرش الحار، يدير غير الفلفله هكا الخضراء. انا كنديرها هكا بالقشور ديالها بكلشي، غادي نخليها هنا باش تبقى سخونه على ما يكملوا الطيبه. بسم الله البنات على بركه الله، نحط بسم الله انا درت على حساب جوج ديال الناس، وليداتي ما بغاوش ياكلوا الرز، انا كنت صايمه البنات ما قدرتش كاع ناكل ولا شريك تصبح فطرت لي جعل البركه. هذا جوج غياكلوا جوج ما غياكلوش. طبعا البنات غير جربوها هكا ما تقشروهاش، ناطيشه ديروا هكا الا كتجي بنينه البنات، ما نقولوش راه بالجروف ديالها اللي ما غاتجيش، كتجي بنينه مع زيت العود والحر، يا سلام طلع واحد الريحه يا سلام. بسم الله ما الطيبه ديالنا وجدوا هنا نخلي معك البنات بحال اللي قلت لكم البنات، هذا هو الرز ديالنا، كلشي كيعرف يدير الرز، غير شاركت معكم العشيوه ديالي وصافي. وانتما تشوفوا كيجي بهذه الطريقه هذه، غير جربوها البنات غادي يعجبكم، هكا كتجي الرز ما كيجيش مليط ولا معجن بحال كنقولوا، وهاد الماطيشه هكا بالقشور كتجي زوينه وبنينه مع هاد الفلفله، ودغيا دغيا يعني بنادم ما كيحير ما يسيب ما يدير هكا دغيا دغيا. كنقول لكم خليت لكم الراحه مع فيديو واحد اخر ان شاء الله يا ربي، والصحه والراحه، والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله.